حنا نشوفوا باللي ما طلبه اهل مكه النبي كان يراه ثانويا، مش هذا هو المهم، ولهذا وفق لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم ولكن اكتب باسمك اللهم، لا تقل بالمحمد رسول الله ولكن قل بالمحمد بن عبد الله. واذا اسلم احد من مكه يبقى في مكه، واذا كفر احد من المسلمين في المدينه يعود الى مكه. والنبي قال هي وافق على كل هذه الشروط، مش مهمه. وش هو المهم؟ قريش طلبت شرفا، قالت له يا محمد اترك طريق التجاره سليما، لا تعترض لتجارتنا. النبي طرح شرط، قال لهم خلوا بيني وبين العرب. علاش توقفوا بيني وبين العرب؟ خلوا بيني وبين العرب، كذبتم انتم اكتفوا بهذا التكذيب، واش دوركم بالعرب؟ خلوا العرب ربما يسلمون. قريش وافقت والنبي وافق، قريش عندها شرط والنبي عنده شرط، وأمضيت الاتفاق. النبي كان صاحب حكمة، لم تراه قريش، قريش ما كانتش عارفة الحكمة، وحتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خفيت عليهم تلك الحكمة، ولذلك غضبوا. غضبوا كيفاش النبي وافق على هذه الشروط فيها إذلال. ولما خرجوا عمر بن الخطاب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قالوا بلى نحن على الحق. أليس هم على الباطل؟ قالوا بلى هم على الباطل. ألست أنت رسول الله؟ قالوا أنا رسول الله. قالوا أنرضى الدنية في ديننا؟ نرضى بالمذلة. رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبه قائلا ألزم غرزك يا عمر، يعني ألزم حدك، لا تتجاوز حدك، إنك تكلم نبيا، نبي الله، معناها لو وقعت في خطأ كان جبريل يجي، كان الوحي يتدخل، الله ما تدخلش، أنت علاش تتدخل؟ أترك الأمر لله. ثم عمر الخطاب سكت، هذا نبي رسول الله، معناها أي خطأ راح يدخل الوحي، الوحي ما تدخلش. كي وصلوا الصحابة إلى المدينة ثم نزلت سورة الفتح، إن فتحنا لك فتحا مبينا. ثم من الصحابة فهموا أن صلح الحديبية هو الفتح، جاءوا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفوا بأن هم الغلطين. والنبي صاحب حكمة، صاحب عقل كبير. ماذا حدث بعد صلح الحديبية؟